فلا بد من اتباعه. وعلى هذا جرى صحابته الكرام يقتدون به ويهتدون بهديه ويستنون بسنته، وعامتهم وجملتهم يقتدون به في بل جميعهم في أقواله. وأما بالنسبة للأفعال التي يقصد منها عليه الصلاة والسلام التقرب إلى الله جل وعلا يقتدون به فيها. أما الأفعال الاعتيادية بحيث لو نزل في مكان أو مشت بعير على هيئة أو صفة، فإن هذا جماهير الصحابة ما فعلوه إلا ما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يتكفكف دابته لتقع مواطع أقدامه على مواطع أقدام دابته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما أوفق عليه ابن عمر، وكان يتحرى المنازل التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليبيت فيها أو يقيل فيها أو يصلي فيها، مع أن الصحابة ما تتبعوا ذلك، ففعله مرجوح رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من حرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن القصد، قد لا يبرر العمل، ولا شك أن مقصده حسن، لكن لو كان أفضل لفعله الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ممن هو أكبر وأعلم من ابن عمر.